نشاط المرأة كان واضح من البداية، من أول يوم خرجت الناس أو مثلا بلش الحراك كان واضح وجود المرأة من أول يوم، ولحد الآن مستمرة، صرنا فوق الشهرين تقريبا وبعدنا مستمرين. يعني أغلبية نساء سوريا مش بس المحافظة تهجر أولادها، استشهدوا أولادها، أولادها معتقلين، قسم منهم أولاد المعتقلين، كان هو هذا سبب أنه تطلع المرأة والطالب بالحرية بالمساواة. ظل على موقفها بالأخص نساء السويدة، ظل واقفة وموقفي ظل ثابت، بالطالب بالحرية بالمساواة.